عبد البير. بعيدا عن البرنامج الرسمي للمعسكر، انه الوقت الحر للاعبين وكل يغني على ليله. هناك من فضل التسوق واخر يستفيد من ساعات اضافيه من النوم، لكن الامر مختلف بالنسبه للهشيمي والحفيظي. ثنائي ارضيه الميدان يتحول لخصوم في لعبه البلاي ستيشن. دخول الاعدادات، الحفيظي يختار تشيلسي الانجليزي، بينما فضل الهشيمي العملاق البافاري. Chelsea qui garde une image de club de riche. Oui, ça vient du quartier, hein, qui est l'un des plus huppés de Londres et aussi de la France. Oh, le bon centre! Oh, le but! Oh, le but! بعد سلسلة من الهجمات، الحفيظ يسجل الأول. تمر الدقائق ويضيف الثاني. لا دابا بالجالي غادي تدينا انت ندير انا بوينت بينالتي بونسون تو على فاس او بورتيي سي بروب اعطيها وكيل جولي تير مولر لا Précipitation peut-être. Attention, il n'y a plus que le gardien sur sa route. Oh, la belle frappe. Le Bayern. زكريا يدلل الفارق إلى هدف واحد. L'exigence de sa défense. Il a été énormément sollicité jusqu'à présent. ينتهي لقاء الإخوة الأعداء بفوز تشيلسي الإنجليزي. عفوا، عبد الإله حفيظي على الهاشمي. بهدفين لهدف واحد.